جميلة بالنسبة لسياو، كرة عالية باتجاه المرمى، قوية ومخادعة كانت من السياو لكن في الشباك العلوية، وبالتالي تتحول إلى خارج أرضية الملعب. هذه هي اللقطة وهذه هي الكرة اللي عدت واللي بتميم أحمد خليل من لمسة إلى ريبيرو إيفرتون، موسى سوفي طلب الكرة لكن كرة بالكعب لعبد العزيز صنقور في منطقة الجزاء، وبعد ذلك حارس المرمى راشد أحمد، راشد أحمد حارس المرمى يتمكن من إنهاء الهجمة الأهلاوية بهذه الكرة اللي مر من خلالها إيفرتون، ولعب كرة بالكعب إلى عبد العزيز صنقور، ثم كانت طبعا بعد النتيجة وجدول الترتيب الآن يشهد تساوي العين مع الأهلي في عدد النقاط. هنا سياو سددها لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. الأهلي في الجولة الماضية الانتصار بهدف على الوصل في الديربي، ثلاث نقاط كانت مهمة جدا بهدف جاء عن طريق أحمد خليل. هذا سياو وهذه ضربة وتسديدة سياو، والكرة بالتالي تتحول اللي انتقل بموجبها وليد عباس مع السياو إلى النادي الأهلي. أحمد خليل قوية الكرة الماضية، قوية جدا التسديدة، لكن أيضا راشد أحمد حاضر وموجود في التصدي لكرة ريبيرو. نشاهد متابع أحمد خليل، كرة تعتلي المرمى، كرة تعتلي المرمى وتتحول إلى ضربة مرمى. هذه كانت اللقطة وهذا كان التدخل ومن ثم كان التنفيذ لكن إلى خارج الملعب. يعني كما ذكرت هذه الكرة كانت تحتاج تقريبا هي 4-5-1 بوجود فان ديرلي وحيدا في المقدمة في ظل طبعا انطلاق الله على سياو على الكرة القوية جدا العارضة التي تمنع هدف أهلاوي. نعم أحد الحلول، أحد الحلول التسديد من خارج المنطقة، كرة سياو القوية جدا لمحو الذكريات السيئة. الكرة أهلاوية عن طريق سياو، سياو والتسديد من جديد، التسديد مرة أخرى والكرة بالتالي طبعا تتحول إلى ضربة مرمى، الكرة تتحول إلى ضربة مرمى. شايف الاستلام وشايف أيضا الدوران وشايف التسديد، والسياو حقيقة من اللاعبين اللي يمتلكون القدرة على التسديد بكلتا القدمين وبدقة كبيرة جدا. نعم هو كل لاعبي الفريقين الآن في ملعب الشارجة كلهم، هذه محاولة تتخلص من فايز إلى إيفرتون ريبيرو وراشد أحمد، راشد أحمد ينقذ المرمى من تسديدة ريبيرو القوية. شايف الخطأ في الإبعاد لكن حارس المرمى أبعدها، وبعد ذلك كانت الركنية. شوف التسديدة القوية جدا، القوية جدا واللي تصدى لها طبعا حارس المرمى السريع لريكاردينيو، لكن الكرة لن تنجح. هذا موسى سو بيحاول فيها، موسى كرة معاه لكن راموس خلصها، وليد عرضية عالية بالراس، الكرة خطيرة الرأسية كانت من السياو باتجاه المرمى لكن المتابعة غير موجودة. هذا موسى سو وبعد ذلك كانت الكرة العرضية من وليد ثم إلى السياو لكن الكرة كانت إلى خارج الملعب. كان من الأفضل ومن الأجدر أن يلعبها إلى أحمد خليل، يلعبها الكرة برا خاصة في هذه الفترة، بأن المباريات الحالية والقادمة ستكون بمثابة نهائي الكؤوس، أي بمعنى أن كل لقاء يعتبر بمثابة المباراة النهائية، وبأن الفريق يجب أن يستغل هذه اللقاءات من أجل النقاط الثلاث. رأسية موسى سو الماضية كانت أيضا باتجاه المرمى لكن بعيدة، بعيدة الورد، نتكلم على الورد، ستكون يعني بمثابة المباريات اللي ممكن النادي الأهلي، يعني الكرة ملعوبة لكن إلى خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب. شايف هذا أحمد خليل، هذا أحمد خليل للأهلي اليوم مثلا، مثلا الأمور ستكون بعد ذلك من مصلحة العين بشكل كبير لأن الفارق سيتسع من نقطتين إلى أربع. سياو في العارضة مرة ثانية، في العارضة مرة ثانية بعد كرة عرضية كانت من البرازيلي سياو، ترجع من جديد الكرة الآن غير محمود، سياو غير محمود، هذه
هذه الكرة أيضا من عبد الله أحمد إلى حارس المرمى راشد. شوف 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 شوف, شوف. هذا سياو, هذه عرضية سياو. أوهو في العارضة الشرجاوية صنقور حمادي, عبد العزيز صنقور من جديد إلى إسماعيل الحمادي. الكرة أهلاوية, عرضية باتجاه المرمى. هذه اللقطة اللي وصلت إلى إسماعيل الحمادي, كان التدخل وكان طبعا الحكم الإضافي الثاني موجود. شوف هذه اللقطة, هذا تدخل عبد الله أحمد. شايف التدخل كان على عبد العزيز صنقور وليس طبعا عالية من الأهلي. كيوم هنا سياو, هنا موسى سو, الكرة بتتخلص ترجع مرة ثانية الآن لسياو. سياو الكرة معاه, عرضية باتجاه المرمى, في المرمى للفرسان للأهلي. هدف يأتي في الوقت القاتل, هدف يحرك مدرجات الملعب البيضاوي, هدف يخرج الفرسان عن طورهم, هدف يشعل المدرجات, هدف يفرح الأنصار والمحبين, هدف يجعل الملعب يصطدم باللون الأحمر, هدف في التوقيت القاتل, في التوقيت القاتل. شوف الكرة العالية الملعوبة اللي وصلت لسياو, حطها باتجاه موسى سو, عادت لسياو, وبعد ذلك كانت العرضية وكانت الرأسية من موسى سو. أبو 17 مليون, هذا موسى سو اللي حطها في المرمى, حطها في المرمى وسجلها بالتالي في مرمى الشارجة ليأتي الهدف, هدف الانتصار في الوقت القاتل, في الوقت الصعب, في الوقت المجنون, هدف للأهلي مقابل لا شيء للشارجة.